عشان عايز اتكلم على مستقبل نادي الزمالك في وجود هذا الرجل، وفي وجود اداره فنيه، وفي وجود قطاع كوره عارف هو شغال على ايه، وفي وجود مجلس اداره مخطط لنادي الزمالك لمده 3 4 مواسم في فريق الكوره. عايز اقول لكم ان دلوقتي قائمه نادي الزمالك مدججه بالنجوم الصاعده والنجوم الحاليه، والمفترض ان في تعاقد جديد، يمكن انا اعلنت الاسبوع اللي فات، وانا متاكد ان هناك صفقات ان شاء الله هتعجب جدا 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 جمهور نادي الزمالك. داخلين في 10 صفقات اعتقد دلوقتي، 9 ان ل 10 شاء الله. ل 11 صفقه ابرمها مجلس اداره نادي الزمالك. وعايز اقول لكم كمان ان نجوم منتخب الشباب اللي جم اللي موجودين، اللي واحد زي طارق علاء وماجد هاني وكذا لعيب في قلب وسط الملعب، مع حمدي بالظبط. علاء المعار بتاع نادي الزمالك اللي موجود في سموحه، اللي عمل ماتش كبير جدا النهارده، مع مروان حمدي المعار في سموحه، مع اسامي تانية موجوده. ده اللي بيخلي الناس اللي زعلانه ومتضايقه، يعني متضايقين غيرانين، يعني الزمالك ماشي كويس، ان قائمه الزمالك السنه الجايه بالاسماء اللي جايه دي هتبقى قائمه قويه جدا. جدا صح؟ جدا. وهنا خلي بالك برضو الامور هتبقى صعبه شويه على فريرة. اه عنده لعيبه كتير كويسه ولعيبه على مستوى عالي جدا، هو هيبدا يفكر كتير عشان يحط القايمه. اه من يحط وجهه ال نظري 11 لعيب. يحط ال 11 او ال 18. اه فالفكره ان فريرة دلوقتي بيقول اللعيبه دي كلها ان اي حد هيتخاذل مش هيبقى موجود. مع الصفقات اللي انت بتقول عليها يا احمد، مع الاعارات اللي جايه الاعارات واللعيبه كلها اللي هترجع، انا بقول لك لا، هيبقى في سكواد بنسبه جامد. كبيره، لا في شكل تاني لنادي الزمالك طيب السنه الجايه. بحكم وليد ان انت كنت راس حربه كبير جدا، يعني مروان حمدي وعودته، وكلام برضو عن صفقات في نفس المركز جديده في المكان دوت مع سيف الجزيري، اعتقد هيبقى خط هجوم قوي جدا. هتبقى اضافه، بس خلي بالك احنا هنحتاج راس حربه واحد بس في الطريقه اللي بنلعب بيها، اه او فريرا اللي يعني بيلعب يا سيف بيها، الجزيري يا يا مروان سيف حمدي يا يا اما مروان. اه لكن الفكره كلها في البديل، انت ممكن اوقات تغير الطريقه وتلعب اتنين راس حرب، اه فانت لازم يبقى عندك ثلاثه او اربع فراوده على مستوى عالي جدا. جاهزين. لكن انت في الاول وفي الاخر هتلعب راس حربه واحد. اه بس لازم زي ما بقول لك ان مثلا لو سيف موجود يبقى لازم الاحتياطي بتاعه يبقى يبقى قوي، قوي. والاحتياطي يبقى قوي، بحيث ان انت في اي وقت هتزق، طب واحد اتصاب يبقى في التاني بديل، فلازم التلاتة او الاربعة يبقى على مستوى عالي جدا عشان نادي الزمالك يكمل، او عشان الفرقة تكمل، او الاداء يبقى احسن. فمش هعتمد على راس حربة واحد هو ده الاساس، انا شايف ان ده كويس، واجيب له التاني الاحتياطي مثلا يبقى اقل شوية خالص. لا، انت بتختار مثلا في راس الحربة، لا الاربعة موجودين او التلاتة اساسيين، وجامدين. اللي هو وانا مغمض ده اتصاب ينزل، ما عنديش مشكله، مش هقول يا ده خساره ده سيف الدين الجزيري مصاب كمدير فني. ايوه فانا احنا هنوصل للمرحله دي ان شاء الله. ان شاء الله، ان انت اي لعيب هينزل هيبقى نجم وهيأدي بنفس المستوى بتاع الراجل الاساسي.